شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تتناول إحدى الظواهر المهمة في الحياة البشرية، وهذه الظاهرة هي ظاهرة التفاضل بين أفراد البشر. هذا الموضوع يمكن أن يبحث في مقامات أربعة. المقام الأول: التفاضل في الأمور التكوينية الجبرية. المقام الثاني: التفاضل في الأمور التكوينية الاختيارية. المقام الثالث: التفاضل في الأمور التشريعية. والمقام الرابع: التفاضلات البشرية الظالمة المصطنعة. نبدأ بعون الله تعالى في المقام الأول، وهو التفاضل في الأمور التكوينية الجبرية. في هذا المقام نطرح على أنفسنا سؤالين. السؤال الأول:
سؤال يتعلق بالبعد الفلسفي لهذه القضية، والسؤال الثاني يتعلق بالبعد الأخلاقي لهذه القضية. أما السؤال الأول فهو سؤال ألح على ذهن الإنسان من قديم الأيام، وهذا السؤال: لماذا يوجد التفاوت؟ ولماذا يوجد التفاضل بين أفراد البشر؟ هنالك فرد جميل وهنالك فرد قبيح. القبيح تحز في نفسه هذه الظاهرة ويطرح على نفسه هذا السؤال: لماذا خلقني الله قبيحا؟ ليش؟ هنالك أفراد هادئون بطبعهم، وهنالك أفراد انفعاليون بطبعهم. حتى أطفالنا في البيت، شوف واحد منهم من أول ما يولد طبع هادئ. واحد من أطفالنا، واحد يشوف طبع عنيف، نزق، أخرق، انفعالي. ليش هذا التفاوت؟ هنالك طويل وهنالك قصير، هنالك أفراد ينتمون إلى أسر معينة رفيعة، وهنالك أفراد ينتمون إلى أسر أخرى وضيعة. لماذا هذا التفاوت في هذا الكون؟ هذا السؤال يمكن أن تذكر في الإجابة عليه عدة ملاحظات، ولكننا نكتفي بالإشارة إلى ملاحظة واحدة، وهذه الملاحظة هي أن التفاوت والتفاضل في الحياة البشرية وسيلة من وسائل التكامل. الحياة البشرية لا تتكامل إلا بالتفاضل فيما بين أفراد البشر. لنقرب هذه الفكرة بمثال بسيط. هذا البدن، بدن الإنسان، فيه أنسجة رقيقة وفيه أنسجة غليظة، خلايا دقيقة وأخرى خشنة صلبة غليظة. مثلا العين مركبة من خلايا وأنسجة دقيقة جدا ورقيقة جدا. إذا كل بدن الإنسان كان مكون من خلايا وأنسجة رقيقة، كان يتمكن يعيش في هذه الحياة؟ كل البدن، يعني الإيد، الرجل، العظام، كلها كانت مكونة من هذه الأنسجة، كان يتمكن يعيش في هذه الحياة؟
إذا جميع الأنسجة كانت غليظة صلبة خشنة، كل البدن كان مثل العظم، كان واحد يتمكن يعيش في هذه الحياة؟ البدن كانت له هذه المرونة للحركة؟ هذه المرونة كيف تتحقق في هذا البدن؟ المرونة تتحقق بهذه الأشياء الرقيقة. فالله تعالى خلق بعض الأنسجة دقيقة وبعضها غليظة، وبهذا التنوع وبهذا التفاوت الإنسان يستطيع أن يعيش في هذه الحياة. إذا اليد سألتكم أنه أنا ليش ما كنت عينا، الجواب على ذلك إذا الإنسان كان عينا فقط، يعني كل بدنه كان فد عين كبيرة، كان يتمكن يعيش؟ إذا العين سألتكم لماذا أنا لست قلبا، جيد، إحنا نصنع بدن كله مكون من قلب كبير، قلب يستطيع أن يدير الحياة. قلب، أخذوا قطعة من القلب خلوها في معمل في مختبر، يتمكن يعيش هذا؟ يتمكن يؤدي هذا الدور اللي يؤدي هذا البدن؟ لا، البدن يحتاج إلى عقل يفكر وله طبيعة معينة، وإلى عين تنظر ولها طبيعة ثانية، وإلى يد تبطش ولها طبيعة ثالثة، وإلى قلب ينبض وله طبيعة رابعة، وإلى خلايا أو شرايين دقيقة يجري فيها الدم ولها طبيعة خامسة. بهذا التنوع، بهذا التفاوت، بهذا التفاضل البدن يحيا. المجتمع أيضا كذلك، المجتمع إذا الكل كانوا رجال، الحياة تقوم بالرجل وحده. أم سلمة وهي إحدى الزوجات الفاضلات المؤمنات لرسول الله صلى الله عليه وآله، من أفضل زوجات النبي، من أفضلهن أم سلمة، هذه قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، الرجال يروحون إلى الحار يقاتلون ينالون ثواب المجاهدين، وإحنا محرومين من كل ذلك، إحنا محرومين من كل ذلك، إحنا قاعدين في البيوت محرومين من ثواب الجهاد. الآن إذا حقيقة هذا الشيء الذي تمنات أم سلمة كان يكون، كل المجتمع كان رجال، الحياة البشرية كانت تقوم؟ إذا كل المجتمع كانوا نساء، الحياة البشرية كانت تقوم؟ الحياة تحتاج إلى رجال وتحتاج إلى نساء، الحياة البشرية تحتاج إلى مفكرين وتحتاج إلى عاملين. العامل وحده ما يتمكن أن يقيم الحياة، المفكر وحده أيضا لا يتمكن أن يقيم الحياة، أحدهم يتكامل بالثاني. المفكر يخدم العامل بشكل، والعامل يخدم المفكر بشكل آخر. فإذن هذا التنوع وهذا التعدد وهذا التفاضل
وسيلة من وسائل تكامل الحياة وتكامل الإنسان في هذه الدنيا. السؤال الثاني سؤال يتعلق بالبعد الأخلاقي لقضية التفاضل. ما هو موقفنا تجاه قضية التفاضل؟ هذه الآية الكريمة تجيب على هذا السؤال. وحقيقة هذا المقطع من الآية إذا واحد يراعي يمكن أن يكون مفتاح من مفاتيح سعادة الإنسان في الحياة، وإذا ما يراعي باب من أبواب شقاء الإنسان في هذه الحياة. الله تعالى في هذه الآية يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ليتمنى واحد ليعيش الآخرين. أكو بعض الأفراد دائما يعيشون الآخرين. هذا الإنسان اللي يعيش الآخرين هذا دائما في حالة شقاء، في حالة عنت، في حالة اكتئاب. أما إذا الإنسان عاش ذاته، أنا ما علي بالآخرين، أنا أفرض أني وحدي في هذه الدنيا. واحد إذا كان يعيش في جزيرة منعزلة شلون كان يعيش ذاته؟ الإنسان إذا نظر إلى الحياة من خلال الآخرين يدمر حياته. فهذا مو فقط فالتعليم فالشي مكروه أو مستحب أو كذا، لا، هذا مفتاح من مفاتيح سعادة الإنسان. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أجيب فد مثال بعيد، ما أجيب مثال قريب. نفرض، لأن أنا أظن أن هذه القضية من القضايا المهمة في حياة الإنسان، نفرض هذا المثال البعيد أن واحد أنف كبير مثلا، هذا مرة ينظر إلى الحياة من خلال أنفه، إحنا الأفراد الطبيعيين هو طبيعي إحنا ما نشعر بهذا الشعور. الفرد اللي لا يعاني من مشكلة معينة ما يشعر قيمة النعمة اللي الله أعطاه، ولكن هذا الإنسان اللي إلى عاهة إلى عيب جيد، هذا إذا نظر إلى الحياة من خلال هذه العاهة، أي واحد يشوفه يشوف أن أنفه كبير أم لا؟ أي واحد يشوفه أول ما يركز عليه أنه وضع أنفه كيف؟ يشوف أن الناس كلهم وضعهم وضع طبيعي، وأنه وحده في هذا المجتمع يعاني من هذه العاهة. هذا كل لحظة يعيش حالة عذاب، يعيش حالة شقاء، يعيش حالة اكتئاب، أنه ليش أنا هالشكل؟ كل ما ينظر إلى فرد تثار فيه هذه الكوامة، هذا يعيش بسعادة في هذه الحياة، هذا يهنأ بهذه الحياة، هذا يتمكن أن يستفيد من هذه الحياة لتعمير آخرته، ما يتمكن. أما إذا الإنسان الله تعالى خلق هذا الفرد على هذا النحو
لحكمة من الحكم التي يعرفها في نهاية الآية: إن الله كان بكل شيء عليما. الله العليم، الله الحكيم، خلقه على هذا النحو، فليمشي في طريقه. إذا الإنسان أوجد في نفسه هذه الحالة يرتاح، انتهت القضية. نجي إلى العوائل، هذا في الحياة الفردية. نجي إلى الحياة العائلية، العوائل مختلفة. المرأة تعيش في بيت الرجل مو جميل، الرجل مو ذكي، خلق غير ذكي، بينما زوج أختها رجل ذكي شاطر فعال. هذه الأخت تعيش دائما أنه أختها شلون تعيش، أختها كيف تعيش. وكل يوم الرجل أول ما يفتح الباب شوف هاي أختي، رجلها اشترى لها بيت، إحنا ليش ما عدنا بيت؟ هؤلاء سافروا إلى البلد الفلاني، إحنا مو أوادم، إحنا ما إلنا حظ، إحنا لازم كل نعيش الشقاء في هذه الحياة، ما تشوف الآخرين. هذه الحياة حياة حقيقة، حياة عائلية. المرأة دائما تنتقد الرجل أنه شوف الآخرين، الرجل دائما ينتقد المرأة شوفي الآخرين شوفي أختيك. هاي مو حياة. هذا الرجل إمكاناته إمكانات متواضعة، ما يتمكن أكثر من هذا. المرأة إذا رضت بهذا الواقع، واحد دائما يراقب الآخرين، إحنا شو علينا بالآخرين؟ هذا الرجل ما يقدر أكثر من هذا. هذا مثل سيارة مسافرين تحمل 5 ركاب، هذا قدرتها 500 كيلو. أنت قول له هذه السيارة للركاب، شوف تلك الشاحنة اللي تحمل كم طن من الحديد، هذه السيارة الصغيرة لازم تحمل مثل تلك الشاحنة، ما يتمكن، ما يقدر. إذا المرأة حملت الرجل هذه الأعباء وهذه الأثقال، هذه السيارة تمشي خطوة خطوتين متر مترين ثم تنهار، ما يقدر. هذه المرأة ما تقدر أكثر من ذلك، لماذا يتوقع الرجل منها غير ذلك؟ إحدى الأشياء الخطيرة حقيقة، سابقا السفور ما كان أو كان قليل، هاي القنوات المفسدة كما ينقلون ما كانت، هذه الوسائل الجديدة ما كانت، رجل ما شايف امرأة ثانية. حتى الآن أكو رجال ما يطالعون في وجه امرأة ثانية حلالا كان أو حراما. سنفرض أنه المرأة النظر إليها حلال في ضمن ظروف معينة، مثلا فقط وجهها طالع، ما عليه زينة، ماكو خوف الفتنة، ماكو خوف اللذة، أي احتمال ماكو. بعض الفقهاء يقولون مع كل هذه الشروط إذا زينة ماكو في الوجه إطلاقا، إذا الفتنة ماكو ناظر ينظر بلذة، ماكو ناظر ينظر بشهوة، قائلين بعض الفقهاء أن كشف الوجه بهذا المقدار مع كل هذه الشروط ما بي إشكال. إلى الآن أكو بعض الرجال المقيدين أن لا ينظروا، مقيدون أن لا ينظروا إلى وجه امرأة أجنبية. إلى الآن حتى في البلاد الأجنبية المنقول بعض الشباب أنا أعرفهم كانوا هنا في هذا البلد أبداً ما ينظر إطلاق. الرجل ما شايف امرأة ثانية، ما شايف هذه الأفلام، المرأة اللي عنده ينظر إليها وكأنها المرأة الوحيدة في حياته. أما هذه الوسائل الجديدة، هذا شيء خطر.
الرجل عندما ينظر على الشاشة إلى امرأة أجمل من زوجته، بعد ما يتمكن يعيش ويا هاي الزوجة، يعني نفسياً أصلاً يبتعد عن هذه الزوجة. الزوجات ما لازم يسمحون لأزواجهم أن يطالعوا هذه الأفلام وهذه المشاهد. الرجال ما لازم يسمحون لزوجاتهم أن يطالعوا هذه المشاهد، لأن هذا يخرب الرجل على المرأة ويخرب المرأة على الرجل. هو واحد عندما شاف شيء أجمل، إذا إيمانه ضعيف، إذا إرادته ضعيفة، بعد يكره هذا الواقع. هاي عمليات الطلاق اللي الآن متداولة. نقل لي أحد الإخوة أن الثلث عمليات الزواج تنتهي إلى الطلاق، يعني من كل 3 واحد يطلق زوجته. ليش هذا الطلاق؟ ليش في آبائنا ما كان الطلاق إلا بمقدار نادر؟ ويشوف امرأة ثانية يشوف أحلى من زوجته، بعد لا يحب العيش مع هذه الزوجة. ليش واحد يروح في هذه الخطوط؟ هذه الأشياء مو فقط للآخرة مضرة. المرأة سابقاً كانت الرجل في حياتها كل شيء وجميل في نظرها، لأن ما شايفة واحد ثاني. الرجل كانت المرأة كل شيء في حياته، الآن لا، أصلاً العلاقات العائلية باردة مفككة. لا الرجل يحترم المرأة ولا المرأة تحترم الرجل، لا الرجل يحب المرأة ولا المرأة تحب الرجل. هذا من آثار هذا المنهج الماد. فإذن العيش في الآخرين، واحد كله يفكر الآخرين، فلان أغنى مني، فلان أحلى مني، فلان اشترى بيت، فلان اشترى سيارة، فلان أطول مني، فلان كذا، هذا أولا يدمر حياة الإنسان ويعيش الشقاء. إحنا في هذه الدنيا عايشين أيام لنعمر آخرتنا، شنو واحد يعيش في هذه الأفكار؟ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: الدهر يخلق الأبدان. إحنا عايشين أيام ثم هذا الدهر يسحقنا جميعا. أنتوا شوفوا الشياب، خلي يشوفون صورة أيام شبابهم. الشباب الآن في أفضل صورة يعيشون فيها. إذا أكو فد رسام ماهر يرسم الشاب بعد 40 عام، يشوف أصلاً فالصورة يرثى لها. في هذه الأيام القليلة هذا البدن اللي ما إلى قيمة في معادلات الآخرة، هذا البدن مثل ثوبنا، ثوبنا إلى قيمة ما إلى قيمة. الإنسان يحول نفسه إلى بدنه، أن كل شيء هو هذا البدن. هذا البدن بعد كم يوم ينتهي، يسحقه الدهر، الديدان تأكل، واحد كله يفكر أنه ليش أنا هالشكل. هذا أولا يدمر حياته، يدمر حياة عائلته، ويدمر المجتمع ككل. أحد الإخوة نقل لي عن أحد العلماء قال: بعد وفاة المرجع الكبير السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه، كان أحد كبار العلماء، اجيت إلى السيد الخنساري، كان عالم متدين مقدس، كان في طهران، توفي في طهران قبل حوالي يمكن 12 عام توفي هذا العالم السيد الخنساري. يقول: قلت له أنا كنت أقلد السيد عبد الهادي الشيرازي، الآن مات، أريد أقلده، شنو رأيك في ذلك؟ إحنا على الكرسي نتنازع ونتعارك ونقعد ونخطط ونفكر، ودواوين بعضها هذه الديوانية ضد ذاك، ذاك ضد هذا. ليش؟ هذا الرجل أكفأ مني، تفوق علي، خليه يمشي في طريق. هذا الرجل أعلم مني،
ليش واحد ما يعترف بالواقعية في الآية الكريمة؟ ربما يكون هذا معناها أن تكون أمة هي أربى من أمة. لي يكون هذا يتقدم علي، هذا أكفأ مني، خلي يتقدم علي. أما أقعد وحاول تخرب علي، ليش هذا الحال؟ هذه جماعة تشتغل، ذيك جماعة تشتغل، كل واحد خلي يشتغل في طريق. هذه البلاد المستعمرة، هذا الدمار اللي فعلوه في العالم، ليش؟ أن تكون أمة هي أربى من أمة. الهند بها ثروات، الله تعالى اطل الأمة الهندية ثروات. هذه الدولة اللي تعيش كجزيرة في مكان ما عندها ثروات، ما يمكن. ليش الهند أعلى منا؟ إلا تعال ادخل في الهند، استعمر الهند، عيش فيها 400 عام أو أكثر أو أقل، ليش؟ حتى لا يكونون ذولا متفوقين علينا. هذا المنطق هو المنطق اللي دا يسوي هذه الحروب، هذه الدولة. اقرأوا كتاب لمحات من تاريخ العالم، اجوا دخلوا الصين في الحرب اللي المؤرخين يسموها أقذر حرب في التاريخ، وهي حرب الأفيون. قتلوا في الصين 20 مليون إنسان للأفيون، هي هذه الدولة أقذر حربا في التاريخ. ليش؟ إحنا نريد نكون الدولة السائدة أقوى من الكون، كل شيء يكون بيد. ليش واحد يفكر في هذا المنطق؟ هذا صديقي دا يتقدم، خلي يتقدم، أنا أمشي في دربي. أما أنه كله أفكر ليش هذا تقدم علي، ليش هذا متفوق علي، يعني هذا أولا يدمر الإنسان، يدمر العائلة، يدمر الحياة الاجتماعية. يقول جئت إلى السيد الخنساري رحمة الله عليه، قلت كنت أقلص سيد عبد الهادي الشيرازي، فتأذن أنه أنا أقلدك بعد وفاته؟ قال لا، السيد عبد الهادي أعلم الأحياء والأموات، ابقى على تقليده. هذا المنطق، هذا أكفأ مني، هذا الرجل أكفأ مني، أنا أتنازل أمامه. شنو الإشكال هذا المنطق؟ هذه الحالة كانت موجودة في المتدينين، كانت موجودة في علمائنا. ولا تتمنوا، التمني يعني تعلق القلب بشيء متعذر كالمتعذر أو مطلقة على الرأي. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. حتى إذا واحد يريد شيء ممكن، مو أنه يفكر في التخريب، يقول اللهم إني أسألك من فضلك. أكو هنالك رواية وردت في كتاب نور الثقلين، كتاب روائي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عن النبي صلى الله عليه وآله، ورواية لطيفة: من تمنى شيئا وهو لله تعالى رضا. يعني مرة واحد يتمنى فشي محال، هذا ما يصير. مرة واحد يتمنى فشي اللي الله تعالى لا يرضى به، يخل بنظام الكون، فد مرة لا، فد شيء ممكن والله يرضاه، لم يخرج، هذا لطف الله كرم الله، لم يخرج من الدنيا حتى يعطى. الله ما يخلي هذه الأمنية في قلب عبده المؤمن أو في قلب عباده. هذه رواية عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه: من لم يسأل الله من فضله افتقر. واحد دائما يقول اللهم إني أسألك
من فضله، أو أسأل الله من فضله وأسأل الله من فضله. هذه الرواية لا بأس أن نقرأها عن الإمام الباقر صلوات الله عليه. قلت جعلت فداك، الراوي يقول للإمام الباقر: إنهم يقولون إن النوم بعد الفجر مكروه لأن الأرزاق تقسم في ذلك الوقت، فإذا واحد نايم حصته تروح. فقال: الأرزاق موظوفة مقسومة. واحد ينام بين الطلوعين لو ما ينام، رزق المقسم يوصل، ولكن ولله تعالى فضل يقسمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الرزق المقسوم يوصل للإنسان، ولكن هنالك مزيد، هنالك فضل. فإذا واحد نام بين الطلوعين يحرم من ذلك الفضل، مثل ما هي عادتنا احنا كلنا، يعني غالبا ننام بين الطلوعين. واحد يقوم يصلي صلاة الصبح دقيقتين وبسرعة يروح ينام، هذا يفوت على نفسه فضل الله، غير القضايا اللي الأطباء يقولوها. راجعوا الكتب الطبية شوفوا الاستيقاظ بين الطلوعين شنو فوائده، ماذا يصنع بالبدن. حتى الناس اللي مصابين بأمراض الكلية الأطباء يقولون لا تنامون بين الطلوعين، لأن النوم بين الطلوعين يثبط الكلية، والاستيقاظ بين الطلوعين ينشط الكلية. هذا فائدة من فوائده. ولله فضل يقسمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وذلك قوله سبحانه: واسألوا الله من فضله. ثم قال: وذكر الله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض. واحد بين الطلوعين يذكر الله، هذا أفضل من أن يسافر هنا وهناك بحثا عن المال أو الرزق. البحث في هذا المجال والبحث في بقية الدوائر، لأن قلنا هنالك دوائر أربع، طويل ولكننا نكتفي منه بهذا المقدار. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق. هدي